تم ترجمة هذا الفيديو إلى العربية، الرجاء تشغيل الصوت للاستماع. إذن دعنا نتحدث كيف يمكن لقصور القلب أن يؤثر على شعورك. قد تجد أحياناً صعوبة في التنفس، خاصة عندما تكون مستلقياً أو تحاول النوم. قد يتسبب قصور القلب في تورم الكاحلين أو الساقين أو المعدة بسبب تراكم السوائل في الجسم. يعد الألم في الصدر والشعور بتسارع دقات القلب والسعال الشديد والدوخة من الأعراض الأخرى الشائعة. من أعراض قصور القلب الأخرى التعب وفقدان الشهية والإمساك أو الشعور بالحزن أو القلق بشأن المرض. إذا لاحظت تورماً وتراكماً في السوائل، تصرف، قد تكون قادراً على منعه من التفاقم. هناك طريقة جيدة للتنبه من تراكم السوائل، وهي الوقوف على الميزان يومياً واتباع الخطوات الأربع التالية: استيقظ، تبول، وزن نفسك، ودون النتيجة. إذا وجدت أن وزنك قد زاد بمقدار 2 كيلوغرام أو أكثر في غضون يومين، اتصل بفريق الرعاية الصحية في غضون 24 ساعة. إذا كنت قلقاً أو لاحظت أن أعراضك تزداد سوءاً، فمن المهم الاتصال بالطبيب أو الممرضة أو العامل الصحي. قد تحتاج في بعض الأحيان إلى مساعدة مستعجلة ولا يجب التأخر. اتصل ب 000 واطلب سيارة إسعاف إذا كنت تشعر بألم أو ضغط أو ضيق في صدرك أو ذراعيك أو جذعك أو فكك. من المهم الاتصال ب 000 في حالة الانهيار أو صعوبة التنفس. لمعرفة المزيد حول إدارة قصور القلب، شاهد مقاطع الفيديو في هذه السلسلة.